بكره الساعه بكره الساعه يا نسيم يا نسيم لو توتي كتاك بكره الساعه برب جرب برب جرب حظك تبري. يعطيك العافيه، معك معالي الوزير جبران باسيل وزير الطاقه جاي على وزارتي هلا. اهلا معالي الوزير. اذا بتريد بدي اسحب ورقه لوتو من عندك. تكرم، كم وحده بدك؟ وحده ثانكس. 2000 ليره. شو؟ كثير غاليه. ليك ولا اقول لك خلص، ما انا كل اسبوع بدي اقطع وحده وهيك اخر الشهر بعمل لك تشيك، اوكي؟ معقول راسك معالي الوزير؟ شو بالمره هيئتك؟ ليش احترم حالك في؟ لا انه معقوله بدك تكتب لي شيك؟ اذا بتاخد على كل سحب ورقه يعني اخر الشهر بيطلعوا 16000 ليره، انا بدفعهم من جيبتي خيي، معقول تكتب لي؟ مش حرزاني تكتب لي شيك فيهم اساسا. طول بينك، خد نفس، ايه بهدلني، ما لحظه شوي تفسر لك، ما انا اوكي، ما انا ما راح ادفعهم من جيبتي، رح اخذهم من صندوق الوزاره، شو قصتك؟ لا عن جد انك انت بالمره، يا عيب الشوم عليك، ولك يا عيب الشوم عليك، عم تقطع ورقه لوتو وبدك تسحقها من صندوق الوزاره؟ ولك اكيد، ما انا عم بقطعهم كرمال الوزاره، شو قصتك؟ هيك اذا ربحت الوزاره الجائزه الاولى تنحل ازمه الكهرباء. عرفت كيف؟ عن جد معالي؟ ايه الليله عامل مؤتمر صحافي على التلفزيون، حضرني بليز، بده يطنطن الارض كلها سوا، اوكي؟ وخبر العالم كلها انه رح تصير تجي الكهرباء 24 على 24. عن جد؟ امتن امتن؟ اذا مش التنين الخميس. ال 2000 ليره معاليك، 2000 ليره.